بعد الإذن فتحت البوابات وانطلقت الأفراس المستوردة عمر 4 سنوات فأكثر التي لم تربح والتي ربحت من سباق واحد إلى 3 سباقات في شوطنا الأول في حفلنا 40 على جائزة عبيد بن صالح بن مشخص عويبين رحمه الله من أهل الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه وما ورد. تتقدم الآن مع محاولات كذلك للدخول من بنت الكويت الآن لخطف المركز الأول من ما ورد مع محاولات كذلك لدانة الهنوف وكما تشاهدون الآن التنافس على شد مع بداية هذا الشوط وبداية الأشواط لهذا الحفل 40 لمغادرة هذه الفئة كذلك الخيل التي لم تربح وإضافة انتصارات وتعزيز الانتصارات للبعض الآخر من الأفراس وكما تشاهدون التقدم لبنت الكويت الآن مع الخط المستقيم بنت الكويت تتقدم بقيادة سيزر ديمينغو لفرحان مخلف نمشان الجنفاوي مع محاولات لدانة الهنوف الآن بنت الكويت تحافظ على المركز الأول بنت الكويت تحافظ على المركز الأول كما تشاهدون الآن وما ورد تتقدم الآن ما ورد تحقق الفوز في هذا الشوط ما ورد تحقق الفوز لرايد بن نايف بن صقر العطاوي